منذ مغادرته القصر الملكي والحياة لا تبتسم للأمير هاري أبداً ولا حتى من أبناء بلاده، فيبدو أن الغضب من تصرفاته لن يتراجع مع مرور الوقت، وها هو يكبر ويترسخ كل يوم في قلوب البريطانيين حتى وصل إلى حد المطالبة بإزالته من ترتيب الخلافة لمنعه من اعتلاء العرش البريطاني. بحسب استطلاع أجرته صحيفة ميل أو ساندي البريطانية، فإن أكثر من 50% أيدوا تجريد دوق ساسك من موقعه في المرتبة الخامسة بترتيب العرش، بينما عارض 27% الفكرة وبقي 21% على الحياد بلا رأي. هذا الاستطلاع لم يكشف فقط عن تدهور شعبية الأمير هاري فقط، بل حمل مقارنة بين الأخوين العدوين، فنتائجه راحت بغالبيتها باتجاه المديح لأداء أمير وأميرة ويلز في أدوارهما الجديدة. رغم هذا، لا يمكن التنبؤ بما قد يحمله المستقبل للأمير المعتزل، لكن يبدو أن حظوظ اعتلاء العرش البريطاني تتضاءل حد العدمية.